والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز، وأخيرا رجعنا تاني لبلاي ليست هتعلم الإلستريتور. تابع معايا الدرس. في درس النهاردة إن شاء الله هنشوف إزاي نستخدم أو يعني نتمرن على البين تول بتاعت الالستريتور. ما بتختلفش كتير عن البين تول بتاعت الفوتوشوب، بس بيبقى فيها بعض تكات بسيطة يعني احلى من الفوتوشوب شوية. وكمان اللي عايز يتعلم البين تول ببساطة جدا يتفرج على الفيديو ده، هيستفاد بيها في الفوتوشوب الالستريتور اي برنامج انت بتستخدمه في الاداة دي. الدرس النهاردة ان شاء الله هنرسم فيه فلات ارت للفنان اللي انا بحبه، انا عن نفسي مع اني مش من جيله اساسا، بس تقريبا كل افلامه بقى يعني مش كلها طبعا عشان مفيش حد يشوف كل الافلام، بس حاجه حلوه، فنان بجد جميل. هنرسم فلات ارت للفنان محمود عبد العزيز من لقطه من فيلم الكيت كات. دي نتيجه درس النهارده، وهي نظام الفلات ارت، نظام الفلات ارت اللي شغال زي النار الفتره دي، اللي هو موجود قوي في كل الدعايه. اورنج بتستخدمها كدعايه، فودافون كانت فتره استخدمها دعايه. دي نتيجة درس النهاردة ان شاء الله، وهنشوف ازاي نستخدم البين تول في رسم حاجة زي كده. وكمان هعمل الخط الخيوط كأنه الخيط اللي ماشي ورا ده، كل ده هيبقى في درس النهاردة ان شاء الله. وكمان ان شاء الله درس النهاردة درس الدرس الجاي يعني حاجة هتعجب الناس قوي وهي شايفاها دلوقتي قدامها على الشاشة. بس كده، دي الصورة اللي هنستخدمها في درس النهاردة ان شاء الله. اللي عايزها هيلاقيها تحت في الديسكريبشن، نصغرها بس كده شوية. نفتح نيو بالمقاس اللي انت عايزه، انا هفتحه بمقاس 1280 × 720 وندوس اوكي. اول حاجة هنعملها وهي ان احنا هنجيب باليت الالوان دي، هتلاقيها برضو تحت في الديسكريبشن. كل اللي بتعمله ان انت بتسحبها، يعني انت حاططها بره كده تقدر تسحبها وتروح حاططها في نص الصورة، هتتحط لك كده زي ما بتسحب اي حاجة في فوتوشوب. تمام، ناخد لون للخلفية عشان نملى بيه بس الخلفية بالأداة دي، أداة الريكتانجل تول، وتعمل مربع كده. تأكد ان انت غطيت كل حاجة، هتلاقي نفسك عملت كده. اما اعمل اي حاجة ولا حاجة واجي احرك الاقي نفسي بحرك الخلفية كمان، دي حاجة هتضايق اي حد. هنا هتلاقي في اللير ده، هتلاقي هنا رسمة العين وجنبها مربع فاضي، دوس كده هتلاقي نفسك عملت قفل. اما تيجي تشد هيقولك ممنوع، دي حاجة مقفولة. فديت احلى حاجة ان انت هتستخدم هتشتغل عليها من غير ما تضايقك وتقعد تتحرك معاك يمين وشمال. ناخد الصورة والشغل معانا عشان ناخد منها الالوان، وبرضه هقفلها بالقفل عشان الصورة نفسها متتحركش معاك كتير. واعمل نيو لير من هنا. الاول نختار لون البشرة اللي هو اللون ده، هتلاقيه برضه هنا قائمة البشرة دي. هتجيب البين تول، البين تول بقى هنا مفيهاش خيارين، خيار ان انت يا اما تحدد يا اما تملى بلون. لا، هو هنا اما تيجي تعمل تحديد هتلاقي التحديد اتملى بلون، دي احلى حاجه في الاليستريتور ان هو مش معقد في الحكايه دي بالذات. وهنبتدي نحدد على المناطق اللي فيها لون زي لون البشره، وتمشي على الوش بالظبط في كل حته. الفلات ارت هو كانه بيبقى رسم مضلع شويه، لكن عندي انا بيبقى مختلف شويه. عندي انا بمشي فيه على الكيرفات بتاعت الوش عشان بحس ان الكيرفات هي اللي بتصنع الشخصيه وبتبين انت بتعمل شخصيه مين او الشخصيه اللي انت عايز تظهرها في رسمتك دي. فانا يعني غالبا ما بعترفش خالص بقواعد الفلات ارت الاساسيه اللي هي رسم مسطح مضلع مش باين فيه اي كيرفات. ننزل هنا عند الرقبه وهنا اقفلها عادي، لان احنا كده كده هنعمل القميص فمش هيبقى مبين حاجة. عملت لير اهو، اعمل لير جديد. انت خلاص ده عملت اللير ده اللي هو بتاع الوش، تعمل لير جديد اللي هو بتاع الشعر. نخفي بس لير الوش عشان نعرف نشتغل، وتجيب لون رمادي غامق اللي هو هتلاقيه عندك اهو قائمة الرمادي الغامق. ونبتدي نمشي بقى. ايه هتقولي طب ده شعر، همشي عليه شعرايه شعرايه؟ لا، هتمشي عليه عشوائيا، بس ما تمشي ليش هنا كده مثلا، لا عشوائيا في النطاق المسموح. هنا الاندو من الالستريتور كنترول زائد زد،
هتمشي رسم عشوائي كده، احنا مش عايزين نبين تفاصيل شعر او حاجة، انا بس عايز ابين ان الشعر لما تعمل كده يبقى بتبين ان الشعر منكوش، فاهم؟ فاللي هو مش منتظم يعني. خلي الاوباسيتي 50% عشان اشوف اللي تحتيه ايه. كمل عادي، ما تمشيش حوالين الودن، لان احنا هنعمل بعد كده الودن ان هي بتغطي الشعر. خلي الاوباسيتي تاني 100%. لو ما عندكش المكان ده اللي هو مكان ترانسبيرنسي، لو ما عندكش ده خش في قائمة ويندو وهتلاقيه اهو، لو ما لقيتش عليه علامة صح دوس عليه عشان يطلع لك. وانت شغال كده هتحس ان انت شايف الشكل يعني مش منتظم وشكله مش حلو، يعني شكله غريب. انت بس ابقى كل شوية اخفي الصورة الأصلية وبص للرسم عشان تحس انها حلوة، يعني انت مش عامل حاجة غريبة. اعمل لير تحت لير الوش عشان نعمل الشعر اللي من الناحية التانية اللي من هنا. بس ده هخليه اللي هو اسود فاتح شوية زي ده اهو، اللي هو من هنا للدرجة دي. ممكن افتح قليلا من هنا، نغفر الصورة الأصلية بس عشان نحس بالشكل شوية. اما تلاقي من هنا حتة باينة او حتة مش باينة من الوش الأصلي، تقدر تجيب الأداة من هنا. هنا هتلاقي الأداة دي، دوس عليها دوسة تقيلة هتلاقي ظهرت لك حاجة اسمها الورب تول. الورب تول ديت ان انت تقدر تحرك التحديد براحتك، يعني بص اقدر احرك دول كده، بس المهم ان انت تبقى محدد اللي انت عايز تحركه عشان كل حاجة ما تتحركش معاك مرة واحدة. يعني بص انا كده مهما حركت الشعر هيفضل زي ما هو، فحرك دي كده عشان يختفي. لكن لو انا مش محدد ومسكت الأداة كده هيتحرك معايا كل حاجة. تمام، دي بتفيد ان انت لو عامل تحديدة غلط تقدر تعالجها يعني. نرجع الصورة الأصلية تاني ونعمل المكان الودن. اخبي كل دول وخلي دوت اللير الودن فوق كل حاجة عشان ده هيبقى اللير اللي مغطي الشعر، ونبتدي نمشي على الودن بالظبط اهو. البين تول اما بتدوس عليها دوسة واحدة بتعمل لك خط مستقيم، لكن لما تدوس وتشد كده هتلاقي ان انت بتعمل معاك كيرف يمشي معاك في اي اتجاه. المهم ان انت تعرف ازاي تعرف تشد الكيرف ده صح عشان تعرف يعني تعرف تمشيه على الحاجة اللي انت بتقصها او الحاجة اللي انت بترسمها صح. انا خلاص خلصت كده رسمة الودن، تظهر كل الليارات، هتلاقي هنا ان الشعر باين. هات اداة الورب تول ويدخل الشعر من هنا كده سنة، عشان انا عايز الشعر يتصل، الودن تتصل ببقية الوش. ههدي الاوباسيتي شوية او هخفيه كل الليارات برضو، واعمل لير فوق لير جديد عشان اعمل فيه الشعر بتاع الشنب والحاجب، الحاجبين يعني. تجيب البين تول وتختار لون اللي هو الشعر الغامق اللي هو ده، بأداة القطارة اللي هي أو حرف الأي من الكيبورد هنا، تختار اللون وتيجي بالبين تول وترسم على مكان الحاجب. وتدوس انتر عشان تنهي التحديد خالص، وتيجي هنا ترسم الحاجب التاني. طبعا انا مش عشان بعمل الدرس على الصورة دي يبقى انت لازم تعمل كده، لا انا بس بعمل الدرس على الصورة دي عشان ابين لكم، وانت تعمل الدرس براحتك بعد كده على الصورة اللي انت عايزها. شد كده الكيرف على شكل الشنب نظهر الليارات التانية ونخفي الصورة عشان نحس بيها شكلها تمام أوي الحمد لله. اظهر بعد كده الليارات تاني،
عايزين بقى نرسم بقية الحاجات اللي هي الجلابية والبدلة اللي عليها أو العباية يعني اللي عليها. تجيب البنتول وتمشي على الأبيض اللي هو الجلابية، شد الكيرف كده عشان أمشي بيه على الحتت اللي أنا محتاجها بس. طب افرض انا جيت في حتة كده مثلا وعامل كيرف كده وبس، مش عايز الكيرف يكمل معايا، مش عايزة تعمل كيرف. انا عملت كيرف في الحتة دي، بس لما باجي ادوس ببقى عايز خط مستقيم وبتعمل كيرف. اعمل ايه؟ دوس بس على اخر نقطة انت عاملها واعمل كده، هتلاقيها عملت معاك خط مستقيم. فدي بتبقى يعني حلوة، لان احيانا بتبقى مش محتاج ان انت تعمل كيرفات تانية، بتبقى بعد ما عملت كيرف بتحتاج تعمل خط مستقيم. بس مش لازم تمشي هنا بانتظام، لان احنا هنغطيها بالاسود بعد كده. اختار من القايمة لون أبيض غامق شوية، اللي هو أول لون في البالت خالص، أول لون في البالت اللي هي بتاعت الألوان الأسود والأبيض. تمام، اعمل لير تاني فوقيها واخفي بس لير الجلابية ده، وابتدي ارسم لير العباية. أنا هعملها كأنها مقطوعة زي الصورة بالظبط، ونقفل الكرفاية كده ودوس انتر عشان تسيب أداة التحديد يعني. وهنا همشي كده اهو، انا هنا بعمل اللي هي العباية اللي فوق الجلابية. هدي بس الاوباسيتي شوية عشان امشي من فوق اللياقة بتاعت الجلابية اللي احنا عملناها، عشان ما تبقاش معرضها او ماسحة حتة منها. حدد بقى دول دلوقتي وخليهم باللون الاسود الغامق، تأكد ان كل حاجة الاوباسيتي بتاعتها 100% عشان تلاقي ان الصورة جاهزة معاك. اخفي الصورة الاصلية، نعمل بس هنا، نعمل بص، نعمل مربع او يعني نعمل مستطيل كده، واختار القميص واختار المرقم المستطيل الاسود اللي انت عملته ده. وهتيجي هنا عند اداة اسمها الشيب بيلدر تول، الشيب بيلدر تول او اختصارها شيفت ام من الكيبورد، ودوس الت وهتلاقي ان انت بتعمل خط كده. الخط ده ايه لازمته؟ دوس الت وابتدي اسحب كده، اسحب على الاتنين مع بعض، يعني اتاكد ان الاتنين جاي عليهم النقط السوداء دي عشان تتأكد ان هي كده اتمسحت ويبقى كله ماشي على استقامة واحدة. طب انا هنا عندي مشكلة ان القميص مش يعني جواه مش لون البشرة. امسك لير البشرة كده، هتلاقي هنا اداة اسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، هي فين؟ اهي اداة اهي اداة تلوين ينفع تلون بيها. هتقولي طب وايه الفرق بينها وبين الفرشة؟ الفرشة بتستخدمها، اما بتستخدمها بتعمل كأنه ستروك. ما بص، بتعمل كأنه في ستروك، فاحنا مش عايزين ستروك، لا احنا عايزين يبقى اما بتيجي تلون بدي بيبقى كأنه شيب، هو شكله كده مش ستروك ولا حاجة، يعني لما تكبره وتصغره قيمة الستروك مش هتختلف معاك. فدي افضل في التلوين في الالستريتور، تكبر الأداة من الدال والجيم زي الفوتوشوب وتبتدي تملى الحتة دي. هتقولي بس هي كده جاية على القميص، لا ما تخافش، اما تسيب هتلاقي ده نزلت تحت لان هي مع لير الوش. طيب تمام، شد بقى بأداة اللي هي الموف تول اللي هي دي، شد كده وحدد كل دول مع بعض ودوس كنترول لام او اللي هي كنترول جي، ودوس بعد كده كنترول سي، كنترول بعدها كنترول اف عشان تعمل كوبي من الصورة، كوبي بيست يعني. هتيجي دلوقتي وتيجي هنا عند الباس فايندر دي، لو انت مش ظاهرة عندك برضو خش في ويندو هتلاقيها. بسم الله الرحمن الرحيم، هي فين؟ هتلاقيها هنا متأكد. هاي قائمة الباث فايندر دي اكيد هتلاقيها، لان انا مش عارف هنا مش ظاهرة عندي ليه، بس هتلاقيها ما تقلقش. ودوس على دي اللي هو يونايت، اللي هو تخلي كل دول لير واحد
ان هم كلهم يبقوا ليير واحد، دي مستفيدين منها ايه؟ عشان نعمل بيها الستروك المنقط اللي انتوا شفتوه. نعمل بس قيمة الستروك يبقى باين كده. هتيجي هنا من قايمة، هتلاقي من القوايم اللي في الجنب هتلاقي ستروك، لو مش لاقيها هتلاقيها برضو في قايمة ويندو اهي، والباث فايندر اهي لقيناها الحمد لله، ستروك اهي. واول ما تدوس عليها هتدوس على السهمين اللي فوق بعض دول عشان يعمل لك توسيع في القايمة. اولا هنختار دي ان احنا نخلي نهاية الستروك مدورة مش مقطوعة، ومن هنا كمان ديت في الكيرفات يبقى مدور برضو، ديت عشان يبقى التحديد بره الخط مش في النص. هتيجي هنا وتدوس على داشد لاين اللي هي يعني او خطوط مقطعة يعني، وتخلي القيمة زي ما انت عايز. انا هخليها 8 واصغر القيمة شوية، تخن الاستروك يعني من هنا اهو. ولو لقيت هنا في لون دوس على علامة النون دي عشان ما يبقاش فيه لون خالص، واختار لون ابيض، هتلاقي ان انت بقيت عامل لون. دوس هنا على رسمة السويتش دي ان انت تخلي الاستروك هنا، الاعدادات طارت من هنا اهو كده، بقى عندك اللي هو الاستروك اللي هو المنقط زي زي الخيط، كأنه زي حاجة متخيطة يعني. واعمل له روتيت كده، الروتيت من أداة الروتيت تول، ولفها كده بس. هنرجعه ورا، ازاي نرجعه ورا اللاير؟ تدوس كليك يمين وتختار الرينج وتختار سنت تو باك اللي هو يرجعه ورا خالص. وبكده يبقى درس النهارده خلص، درس فلات ارت من ابسط الحاجات اللي ممكن تعلمك حاجات كتير في الالستريتور، اللي هتساعدك في دخول الالستريتور وانت مطمن منه وما تقلقش منه. كان معكم يوسف محمد من قناه يوسف فوتوشوب توتوريالز، اشوفكم باذن الله في الحلقه الجايه. ولو ما اشتركتش في القناه تقدر تخش دلوقتي وتدوس سبسكرايب عشان تشوف الدروس اللي جايه باذن الله. السلام عليكم.